اليوم حنا كنتواجدوا في واحد الطريق ساحلية يعني خلابة جدا، على وهو المسلك الجبلي الرابط ما بين جامعة تفنا بإقليم السويرة وما بين إلزوان، يمتد على طول 42 كيلومتر. ولكن هاد 42 كيلومتر باش يقطع على المرء خاص تكون عنده واحد التراكس وفيها الشني بحال ديال الحرب ديال الحرب العالمية الثانية، وشوف تشوف واش يمكن له يدوز من هاد المسلك الطرقي، علما ان هذا المقطع اللي فيه 42 كيلومتر يربط ما بين جامعة تفنا وما بين إلزوان، يضم واحد الهبة إلهية رزقنا الله إياها، ولكن للأسف الشديد المغاربة لا يتمتعون ولا يستفيدون من هذه الهبة الإلهية والربانية التي تتوفر عليها المنطقة ما بين السويرة وما بين أكادير. علاش؟ لأن المسؤولين سواء على مستوى إقليم السويرة ولا على مستوى عاملة أكادير ولا على مستوى وزارة جيز ولا على مستوى رئاسة الحكومة لا يستحضرون الوجاهة والقيمة ديال هذا الطريق، بما يعني لو تم تهيئتها وهيكلتها وإنجازها ستسمح بواحد العرض سياحي لاستقطاب مختلف الفئات الاجتماعية المغربية من جهة، وسيسمح من جهة ثانية بتسويق ترابي لهذا الشريط، ثم ثالثا سيوفر للساكنة الموجودة على امتداد الصويرة وأكادير واحد الفرصة لتسويق المنتوجات ديالهم. ولكن للأسف الشديد الفول تعطيه الله اللي ما عندوش دراس، بمعنى هذه الهبة الإلهية لو توفرت لدولة تحترم نفسها ولا توفرت لدولة فيها مسؤولين عندهم الكبدة على البلاد، لليقين ان هذه البلاصه غتولي جنه، يعني كقطعه من الجنه في الارض ما بين الصويره وما بين اكادير. ونامل ان المسؤولين على المستوى المحلي وعلى المستوى الحكومي ينتابوا لهذا المسلك لبرمجته واعاده تكسيته بالزفت، حتى يتسنى للمغاربه من ان يتذوقوا هذه النعمه الالهيه التي رزقهم ما بين تفدنا وما بين إلزوان.